يا اهلا بيكم في ملخص جديد من ملخصاتنا الرايقه، والمره دي مع فيلم جديد بعنوان سكيري ار داي. بيبتدي فيلمنا وبنشوف واحد داخل البيت وبيفتح جهاز الكمبيوتر وبيشوف عليه فيلم، وبيخش عليه بيلاقي صوره واحد ميت. وبنشوف تاني يوم بنت اسمها كوني وبتكون قاعده في النص ما بين اتنين، السواق واسمه باكل والتاني اسمه كيس. وبنشوف مع بعض كيس وهو بيجيب حاجه يشربها، لكن كوني بتشم ريحه المشروب ده بتقرف وبيكون ريحته وحشه جدا. وقالت له ايه القرف اللي انت بتشربه ده؟ فبيقول لها باك ان ده كحول احنا اللي عاملينه، ايه رايك؟ وبتقول له ده زي القرف، دي ريحته هتخليني ارجع. وبيقول لها كيس ترجعي ايه بس ما تاخدي تجربي؟ قالت له اجرب ايه بس، ده انا بطني بتتقطع. وبتقول لهم ان انا عاوزه اخش الحمام، فبيقفوا بالعربيه فريست علشان كوني تخش الحمام. وكوني سابتهم وجريت على الحمام، لكن باكل جري وراه هو كمان على الحمام. وبنشوف كيس بيروح يشتري تشيتوس وريد بول وبيظبط نفسه، وبيقول كيس لصاحب المحل وانت لعبت قمار قبل كده؟ ولو لعبت انت بتخسر ولا بتكسب بقى؟ لكن الراجل مش فاهمه علشان ما بيتكلمش انجليزي حلو، وبدا كيس يشتم في الراجل وبيقول له حاجات عنصريه، لكن اداله فلوس وراح يستناهم في العربيه. وخرج باكل وكوني من الحمام وكانوا بيدلوا دمهم. ولما العربيه بتتحرك بنشوف مع بعض الراجل صاحب السوبر ماركت وهو واقع على الارض وميت. ولما بيمشوا بالعربيه كيس بيكون سكران وعمال يغني ويرخم على كوني، لكن كوني ما بتكونش طايقه ولا طايقه ريحته. وبيمشوا شويه بالعربيه وباك السواق بيقف في نص الطريق، وكوني بتقول له انت وقفت ليه؟ قال لها استني اشوفي. وبينزل وبيفتح باب العربيه اللي ورا وبيشيل الفرش، وبنلاقي اتنين مربوطين وبيفضل يشتم فيهم ويضربهم علشان هم احتلوا بلده، لكن كوني بتبقى عاوزاه يسامحهم ويخليهم يمشوا. لكن باك وكيس بيرفضوا يمشوهم، وباك بيقتل واحد والتاني بيه وبيجري، لكن كيس اللي منه لله بيمسك السلاح بتاعه وبيقتله. وكوني بتبقى خايفه وبتروح عند الراجل تقول له بالله عليك اصحى، وبتفضل تعيط. وبيدفنوا الناس تحت الارض وبيعمل حمام عليهم، لكن كوني علشان مش طايقاه قامت ماسكه السلاح من وراه وضربته على راسه ووقع في مكان الجثث. لما وقع بنشوف مع بعض ايد زومبي بتطلع من تحت الارض وبتمسك فيه وضربته في عينه، وفضلوا يضربوا فيه، لكن هو علشان ابن حلال ومحدش طايقه قاموا واكلينه في الاخر. والمكان اتملى بالزومبي، وبنشوف مع بعض الزومبي بيمسك كوني، لكن باك بينقذها والزومبي بيقول له مش انت انقذتها، تعال انت بقى، وفضلوا ياكلوا فيه. لكن كوني بتحاول تهرب علشان ما تموتش هي كمان. وبنشوف مع بعض اتنين عساكر من فوق الجبل وبيبقوا معاهم اسلحه، وبيفتحوا القناصه وبيضربوا على كوني علشان بيحسبوها الزومبي هي كمان. ولما بيضربوها بياخدوا بعضهم وبيمشوا. وبنشوف مع بعض نفس الراجل قاعد لسه على الكمبيوتر وبيفتح فيديو تاني، وبنشوف في الفيديو واحد صيني وبيبقى قاعد في بار وعمال يشرب. ولما بيخرج من البار بيشوف واحد ومراته واقفين وبيفضل متنح لهم، لكن الراجل بيكون متضايق وبيقول له في حاجه، وبيبقى عاوز يتخانق معاه وبيسيبه وبيمشي. ولما بيمشي بيروح يتمشى في الشارع لحد ما يوصل لمحل ورد وبيشتري منها ورده وبيمشي. ولما بيخرج بيفضل يمشي لحد ما دخل في بيت، وبنشوفه مع بعض وهو واقف قدام شقه، لكن بيبقى متردد انه يخش ولا لا. لكن في الاخر بيخش وبيبقى المكان ده فيه صور لمراته بيحط لها الورده. ولما بيجي ينام مش بيجي له نوم علشان بيبقى متخيل مراته، وبيبقى متخيل انها معاه. وبنشوف مع بعض تاني يوم الصبح بينزل جانج وبيدخل مول، ولما بيروح بيشوف بنتين وبيفضل باصص لهم وعاوز يمشي وراهم، ولكن في واحد بيوقفه بيقول له مالك بيهم يا نجم؟ لكن بنشوف مع بعض جانج وهو قاعد في الشارع وبيعدي من قدامه تلات بنات، لكن في بنت عماله تبص له ومعجبين ببعض وبتقعد تضحك له، لكن هو ما بيكونش مصدق ان هي بتضحك له هو، وبيفضل يبص حواليه علشان يتاكد انها بتضحك له هو. لكن البنت اللي كانت عماله تبص له بيجي راجل وبيشيلها وبيختطفها، وبيروح جانج علشان يلحقها وينقذها من الراجل. فبنلاقي جانج بيشغل دماغه بيحط الموبايل بتاعه في التانك بتاع البنزين قبل ما العربيه تمشي علشان يراقبهم. ولما العربيه بتمشي بيطلع جانج اللابتوب بتاعه وبيراقبهم، وبيفضل ماشي كتير علشان يروح لهم. هو ماشي بيوصل في المكان اللي فيه العربيه، لكن لما بيروح بيطلع عليه كذا واحد وبيبقوا عاوزين يموتوه، وجانج بياخد بعضه بيجري وبيهرب منهم في اخر لحظه. هو ماشي بالصدفه بيشوف واحد ماسك واحده وبيبقى ماسك سكينته بيهددها، وبيروح جانج علشان ينقذها وبيمسك صخره من ظهره وبيضرب الراجل، بيقعوا في الميه وبينقذ البنت. لكن بتحصل مفاجاه، واللي انقذها دي بتكون البنت اللي كانت معجبه بيه، وبعدين بيطمن عليها وبيلاقيها كويسه، وبيتمشوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض وشكرته، وبيوصلها عند بيتها. وقالت له الرجاله اللي زيك خلصوا من زمان، وبيقول لها طب ما تبلغي الحكومه. قالت له انا نفسي، لكن لو انا قلت لهم هيرجعوني بلدي تاني وانا هربانه منها. وقبل ما يمشي اديت له تذكره لحفله هي عاملاها، وقالت له اوعى ما تجيش. قال لها عينيا هجيلك. وبتيجي البنتين صحابها وبيطمنوا عليها وبياخدوها وبيخشوا
نفسه البيت بتاعهم. بنشوف مع بعض جنجو وهو نايم، وكالعادة بيتخيل مراته هي واقفة في البلكونة. لما بيصحى بيفضل يتمشى مع نفسه، بيشتري ورد وبيقعد يسكر طول اليوم. لما بيروح بينام على السرير بيفتكر الحفلة اللي البنت كانت قايلة له عليها، وقال لما اصحى بكرة هبقى اروح. لما صحي تاني يوم بينزل وبيروح الحفلة، ولما بيروح البنت قالت له نورت، انت اتأخرت كده ليه؟ وبتقول له تعالى نرقص. ولما بيخش بييجوا البنات صحابها وبيحصل حاجات استغفر الله العظيم. المهم بنشوف مع بعض البنات اللي في الحفلة وهم واقعين في الارض ومقتولين، وبنشوف كمان واحد طويل وهو ماشي ومدينا ظهره وماسك شنطة في ايده، ولما راح عند البيت بيطلع سلاحه. وبنشوف مع بعض جانجو والبنت وهم بيرقصوا، لكن مرة واحدة البت اتحولت واتقلبت زومبي هي واصحابها وفضلوا ياكلوا فيه. وبعدين بنشوف مع بعض الراجل اللي قاعد على الكمبيوتر وبتكون ايده مسلوخة ومحروقة، وبيدخل فيديو تاني وبيكون فيه راجل اسمه ريممبر. وبنشوف الراجل ريممبر وهو سايق عربيته وماشي بيها لحد ما ظابط بيوقفه وبيقول له هات رخصك، وبيديها له. لما بيديله الرخصه بيقول له انت جاي منين دلوقتي وايه اللي ممشيك في الطريق ده لوحدك دلوقتي؟ وبيقول له هو انت سكران؟ بيقول له لا والله يا باشا انا سليم. لكن الراجل ده بيبقى متوتر وخايف جدا، والظابط بيقول له خلاص امشي. لكن قبل ما يمشي بيسمع صوت غريب جاي من العربيه من وراه. لما بيروح الظابط يفتش العربيه بيخاف اكتر. بنشوف الراجل ده وهو بيتخيل، وبنشوفه وهو في الحمام وهو ماسك جثه مش بيقتلها، لا ده بيقطعها بمنشار وبيبقى جسمه كله دم. لما بيخلص تقطيف الجثه بياخد دش بعديها وبيقعد وبيولع سجاره وبيلبس هدومه وبيبقى اخر شياكه ولا كانه عمل اي حاجه، وبيسيب ورقه على المكتب طالب فيها الفلوس اللي عملها في العمليه، وبيحط الجثه في كيس. وبعدين بيقعد على الكرسي وبيفضل باصص على الجثه علشان يفكر هيعمل فيها ايه ويتخلص منها ازاي. لكن وهو قاعد بيشوف حاجه غريبه وهي عباره عن رمز شيطاني، لكن هو ما فكرش كتير فيه ورماه تاني. وبعديها بياخد الجثه وبيحطها في شنطه العربيه، وبعدين بيركب العربيه وبيمشي بسرعه. لكن هو ماشي ما بيكونش مركز في الطريق وبيقعد يتخيل في حاجات غريبه وهو ماشي، وبيسمع صوت غريب في شنطه العربيه وبيخاف منه. مش عارف بعد اللي انت عملته ده كله بتخاف ازاي والنبي. لكن ما بيفكرش كتير وبيفضل ماشي زي ما هو. وهو ماشي بيشوف شبح في طريقه، وبتحصل حادثه اللي اتقالت قبل كده مع الظابط. لكن لما بنرجع للظابط وريميمبر بتحصل مفاجاه، والظابط ما بيلاقيش اي حاجه في العربيه، واستغرب ريميمبر. والظابط بيقول له امشي ما اشوفكش هنا تاني، وبيمشي. لكن بيبقى مستغرب قوي من اللي حصل ده وازاي الظابط ما يلاقيش الجثه في العربيه، وبيقول انا لازم انزل ابص عليها بنفسي. ولما بينزل وبيفتح الشنطه ما بيلاقيش الجثه هو كمان، وبيشوف الرمز الشيطاني مكان الجثه. وهو بيشوف الجثه بيحصل اصوات غريبه وصوتها عالي جدا وبيبقى مرعوب. لما بيرجع العربيه بيشوف الراجل اللي قتله قاعد جنبه في العربيه وبيبص له بصه غريبه ومرعبه، لكن بيكون سليم ومش متقطع زي ما هو عمل فيه. لكن مره واحده الراجل بيختفي وبينزل من العربيه، وحاسس ان هو بيتخيل ان مفيش حد جنبه ولا حاجه، وبيصبر نفسه من الاخر. بيبقى مرعوب، لكن بتحصل مفاجاه والراجل بيجي من ورا ظهره وبيذبحه بالسكينه، وبنشوف الجثه اللي بعديها. ونرجع تاني وبنشوف مع بعض الراجل وهو قاعد على الكمبيوتر، بنشوف الفيديو اللي بعده بيدوس على الفيديو. لما بيفتح الفيديو بنشوف اميد واخوه اندي وحبيبته كيلي، وبيكونوا في مصيف وبيهزروا مع بعض وبيلعبوا كوره. واميد وهو بيلعب كوره شاط الكوره بعيد قوي ودخلت جوه بيت مهجور كده، وراح اندي علشان يجيب الكوره. وبنشوف اميد وهو بيحط لحبيبته مرهم علشان الشمس، وبيشوفوا قدامهم واحده واقفه غريبه. بنشوف مع بعض اندي وهو رايح يجيب الكوره، لكن لما بيخش بيسمع صوت طفل صغير وبيقعد يعيط وبينادي على اخوه وبيجري من المكان. لما بيجي اخوه بيحكي له اللي حصل، لكن اخوه بيطمنه وبيقول له احنا علشان لعبنا كتير والشمس فانت متهيالك حاجات، لكن هو مفيش اطفال ولا حاجه. وبياخدوا وبيمشوا وهم واقفين، وبيجي بنتين بعربيه وبيقولوا له عاوزين مخدرات، وبيبيع لهم فعلا حشيش. وبيقول لهم اميد لما توزوني محدش يتصل بيا غير في وقت الشغل، الراجل مجتهد يا جدعان. وبيدوله الفلوس، لكن هو البنتين بيعجبوه وبيقول لهم لا خلي عنكم خالص، وبيسيب لهم الفلوس وبيقول لهم ما تنسوش بس اهم حاجه اللي قلت لكم عليها، وبيمشي. كيلي ندهت له وبتقول له والله عجبوك اروح اجيب لك ارقامهم، ده انت يومك اسود. ورجعوا بيتهم، كانت مامته بتظبط الشقه علشان خاطر عيد ميلاد انتي، وقالت لاميد ممكن تساعدني يا ابني علشان مش طايله، وبيقول لها عينيا يا ست الكل، وبيبدا يساعدها وبيحضروا لعيد ميلاد اندي. وبعد كده بنشوف اميد وكيلي وهم بيتاجروا في المخدرات وبيودي لزباين كتير لحد ما الليل جه عليهم. وبعدين لما بيروحوا بينام كيلي واميد وبيسيبوا الحفله،
وما خدش باله من الاطفال زي ما امه قالت له، وبتخبط عليه وهي مرعوبه وبتقول له انت ولد مهزأ وما بتسمعش الكلام. قلت لك خلي بالك من الاولاد وانت ما سمعتش الكلام. اتفضل اديني ببص على الاولاد، لقيت واحد فيهم مش موجود. وقالت له روح شوف الساحر وادي له فلوس ومشيه من هنا. ولما راح شاف الساحر لقاه متوتر وقلقان وكأنه بيدور على حاجه، وعمال يقول له حسابك كام، لكن الساحر عمال يعمل حاجات غريبه وعمال يرقص وبيفتح التلاجه وبيشرب لبن وشتم امد، لكن شد معاه امد ويزعقوا مع بعض وقال له اطلع بره من هنا، ويطرده ورماله فلوسه في الارض ويا ريته ما رماها ونرفزه. لكن امد مسكتش واتخانق معاه والساحر ضربه وقعه في الارض وعضه من رجله، لكن عضه عضه ولا اجدعها كلب. وكيلي راحت، ولما راحت الساحر مشي. ودخلت امد الاوضه وبتعالجه بتقول له يا رب ما يكونش الساحر عنده اي مرض ويعديك. وبعد كده بنشوف عظمه واقعه وباين دي العظمه اللي كان بيدور عليها الساحر، وبنشوف مع بعض امد وهو نازل يبيع مخدرات بس بيبقى تعبان جدا. وبتيجي عربيه وفيها اتنين علشان ياخدوا مخدرات من امد، وامد هو بيديهم المخدرات بيرجع عليهم، وبتاخدوا كيلي وبتروحوا البيت. ولما بيروحوا بتعالجوا تاني الدكتوره كيلي، بتخش عليهم مامته وبتقول له مالك يا ابني لسه تعبان، وبتطمن عليه وبتقول له في اتنين ظباط عاوزينك من بدري علشان يسالوك على الطفل اللي اتخطف والساحر. وبيقوم امد علشان يشوف الظباط عاوزين منه ايه، ولما راح شافهم بيقولوا له ايه اللي حصل معاك، وبيقول لهم ان كان في ساحر قرمني من رجلي وجري. لكن الظباط بصوا لبعض وبيقولوا ده عبيط ده ولا ايه. لكن امد اتضايق قوي من كلامهم ومش عارف يعمل معاهم ايه، لكن قالوا له يا ابني قول الحقيقه خلينا نخلص في الليله اللي مش هتعدي دي. وقال لهم امد كل حاجه وقال لهم الحقيقه، لكن بيسالوه اسئله عبيطه وامد تعبان واتخنق منهم. لكن لما كيلي شافت امد اتضايق زعقت لهم وقالت لهم انتوا جايين تهزقونا ببيتنا ولا ايه، ويلا اتفضلوا من غير مطرود. ولما مشوا دخل امد الحمام وبيبص على التعويره، ولما شالها اتخض من منظرها ولقاها شكلها غبي جدا. وبعدين امد راح ينام علشان كان تعبان، ولما نام حلم حلم بكابوس، وحلم ان هو قدام اندي وهو نايم، وبيقول له اندي هو انت ممكن تاذيني وتموتني في يوم من الايام؟ بعدين اندي لما شاف امد بيتحول لساحر صوت واتخض اندي وهو نايم. ولما امد طمن انه حلم وراح اوضه اندي علشان يطمن عليه وان هو كويس ما فيهوش حاجه. وبعدين بنشوف مع بعض امد وهو بيبص في المرايه بيلاقي نفسه وشه بيتحول للون ابيض، وبيمسك شفره موس علشان يشيل اللون ده، لكن وهو بيشيل اللون عور نفسه تعويره جامده. ومن هنا خد باله امد ان هو بيتحول للمهرج بسبب العضه اللي عضها له، وقال امد ان انا لازم امشي من البيت علشان ما اذيش حد فيهم. وبنشوف مع بعض امد وهو بيمشي من البيت فعلا، وبنشوف مع بعض كمان كيلي وامه وهم قلقانين عليه وما يعرفوش عنه اي حاجه، واتصلوا بالحكومه علشان يقولوا للظباط كل حاجه. الحكومه حطوا صور امد في كل مكان في الشوارع علشان لو حد شافه يبلغوهم على طول. وبنشوف مع بعض امد وهو بيخبي وشه، بيبقى لابس هدوم مقطعه وبيمشي في الشوارع، وبيكون جعان جدا، ومن كتر ما هو جعان بيروح السوبر ماركت وبيفضل يبص على الاكل علشان هو معاهوش فلوس ياكل. وبيروح امد وهو مخبي وشه يستخبى في الشجر اللي عند بيته، وبيروح وبيبص عليهم وبيشوف اهله من غير ما هم ياخدوا بالهم. لكن كيلي بتشد الستاره وهنا قرر انه يخش البيت وهم نايمين، وبيبقى ماسك بالونه بيديها لاندي اخوه وهو نايم، وبيشيل الكيس اللي مخبي بيه وشه. ولما بيشيله بنشوف مع بعض ان وشه اتحول لمهرج شكله مرعب وشعره طويل وابيض وحاجه في منتهى الرعب، وبيكون بقه ملزوق وبيحاول امد انه يفتحه وبينجح فعلا وبيفتح بقه. وبيتصل بكيلي وبتقول له انت فين طمنا عليك، وهي بتعيط وبيقول لها قولي لاندي يا اخويا ان انا عمري ما هاذيه، وبيقفل السكه. وبنشوف مع بعض امد وهو بينام في الشارع وبيحلم باخوه اندي هو والمهرج في مكان لوحدهم. بيبقى المهرج ماسك سكاكين كتير وبيبقى عاوز يقتل اندي، لكن بيصحى امد وبيلاقي ثلاثه بيسرقوه وبيبقوا عاوزين ياخدوا منه الجزمه بتاعته. لكن لما بيقوم امد بيقول لهم عاوزين تاخدوا الحاجه النظيفه اللي حلتي، وبيتحول عليهم ومش بيضربهم لا بياكلهم. وبعدين بنشوف مع بعض امه وكيلي وجاي لهم رساله مكتوب فيها ان المهرج خطف اندي، وبيروحوا علشان يشوفوا اندي في سريره لكن مش بيلاقوه فعلا. وبعدين بيكلموا الحكومه ويقولوا للظباط الحقونا، وقالوا له ان اندي المهرج خطفه. وبنشوف مع بعض المهرج واخد اندي في مكان لوحدهم ضلمه في الغابه، ومشي معاه اندي علشان بيفتكروه امد اخوه، وبيشيل الحاجه اللي مغطي بيها وشه لكن مش بيلاقي اخوه، بيشوف ان المهرج اللي خطفه. لكن بيخاف اندي وبيصوت، وبيجي امد علشان ينقذه في اخر لحظه، وبيقعد يضرب في المهرج وبياكله وبيموته. وبيقول لاندي اجري انت روح البيت، وبيكون اندي مستخبي ورا الشجره وبيشوف اخوه هو بياكله. لكن امد عارف ان هو شايفه بيروح له، لكن اندي بيبقى خايف منه قوي، وامد بيبقى زعلان علشان اندي خايف منه، بيقول له ما تخافش يا حبيب اخوك انا عمري ما هاذيك، واطمن من ناحيتي، وبيروحوا البيت. بنشوف تاني يوم الصبح امد وبيبقى جعان جدا وبيفكر يروح ياكل اي طفل من اللي بيلعبوا، لكن بتطلع عليهم
بيقوم الحكومة وبتضرب عليه النار وبتقتله، وبنشوف مع بعض كمان كيلي وهي شايلة ابنهم وماشية، لكن بيجي ناس بتصورها وبتتضايق وبتضربهم. وبنشوف كمان الراجل اللي على الكمبيوتر بيخش فيديو تاني، وبنشوف مع بعض واحدة وكانت بتقول ان انا نفسي الاقي حد يحبني زي بقية الناس، لكن بتقول ان ده عمره ما يحصل، لكن بيحصل فعلا وبتلاقي حب حياتها وبتمشي في كل حتة، وبتقول ان دي احلى حاجة حصلت لي وانا اسعد انسانة في الدنيا. وبتقول كمان ان جدها الراجل كل الناس بتحبه ان هو راجل عظيم عكس اللي الناس بيقولوا عليه، وكانوا بيقولوا عليه ان هو بتاع اسحار وبتاع تعاويذ. وبنشوف مع بعض جدها وهي صغيرة كان عامل لها سلسلة وبيلبسها لها، وبيقول لها حافظي عليها علشان اسلافك مدفونة في السلسلة دي. تفتكر الكلام ده، وبنشوف مع بعض وهي بتلبس السلسلة دي، لكن لما بتلبسها بيحصل عكس كل ده، وجدها سوحها وحبيبها بيتغير عليها وبيبقى الليل ونهار بيضرب فيها وبيموتها من الضرب. لكن هي بدأت تشك ان هو ما بيحبهاش، وبتقول ان كل الرجالة كده خاينة، وبدأت تحس ان هو بيخونها. لكن هي بتفضل معاه وعارفة انه ما بقاش يحبها، وبتفضل معاه علشان هي بتحبه بجد، ومن الاخر ما صدقت لقيته. وبنشوف مع بعض في يوم مسكها قدام الشقة وهاتك يا ضرب، لو مش كده وبس، ده بيخنقها ولحد ما ماتت في ايده. وبياخدها في شنطة العربية بتاعته وبيحطها جوه صندوق كبير وبيسيبها في وسط الغابة، وبتقول ان هي عارفة انه وحش ومش كويس، بس انا بحبه بجد. فبنشوف مع بعض السحر بتاع جدها بيبدأ يشتغل، والعفريتة بتاعتها بتخرج من الصندوق وبتروح لحبيبها، ولما بتروح بتلاقيه في العربية مع واحدة تانية، لكن بتروح وبتخوفهم، وهو لما بيشوفها بيبقى هيموت من الرعب، وشاف لحمها وهو بيقع من جسمها، وقالت ان انا هبقى معايا الدنيا واخرة، لكن انا مش هموته زي ما هو موتني، انا هفضل عايشة معايا كده وهعذبه، ده هيتبهدل يا عيني. لما الفيديو بيخلص بنشوف مع بعض الراجل بيقفل الكمبيوتر، لكن لما بتظهر ما بتكونش راجل، بتبقى واحدة شكلها مرعب جدا ووشها محروق، وبتتعصب علينا وبتقفل الباب في وشنا، واحنا مالنا احنا. وبنتقفل من على كده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش النب اللايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واشوفكم على خير ومع السلامة.